يا ترى ايه سر تأخر الإعلان للتشكيل الوزاري الجديد؟ ومش المفروض كان يبقى في حكومة جديدة بعد انتخابات الرئاسة على طول؟ ومين الوزراء اللي هيتم الإطاحة بيهم؟ وايه معايير اختيار الوزراء الجدد؟ وايه أهم الحقائب الوزارية اللي هيكون ليها دور أكبر الفترة اللي جاية؟ بانكير نبض البنوك. يوم 18 ديسمبر اللي فات أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة هتبدأ في شهر أبريل اللي جاي. ناس كتيرة كانت فاكرة إنه بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات لازم يتم تشكيل حكومة جديدة ورحيل الحكومة الحالية، والحقيقة أن الدستور ما ألزمش الرئيس بحاجة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة بعد إعادة انتخابه، لكن العرف بيقول أن مع أي ولاية جديدة الرئيس بيختار حكومة جديدة أو على الأقل بيعمل تغييرات وزارية لضخ دماء جديدة وإقالة الوزراء اللي فشلوا في تحقيق المهام المكلفين بيها. وفقاً لمعلومات بنكير، الجهات الرقابية بالتعاون مع الأجهزة المعنية شغالين على ملف التشكيل الوزاري الجديد بتكليف من رئيس الجمهورية، وحالياً بيتم فحص الأسماء المرشحة لتكلفة بالحقائب الوزارية، وتم الاستقرار على بعض الأسماء بالفعل وتم إرسالها لمكتب رئيس الجمهورية انتظاراً لاستكمال باقي الأسماء. التغيير المرة دي هيطول كل الوزراء اللي ما نجحوش في تحقيق المهام اللي كلفهم بيها الرئيس، كمان الوزراء اللي فيه غضب شعبي من أدائهم، وفي مقدمتهم طبعا وزير التموين علي مصلحي اللي فيه أكتر من 100 طلب إطاحة ضده في مجلس النواب، كمان وزير التربية والتعليم اللي فشل في تقديم أي إضافة حقيقية لتطوير التعليم، ومعاهم وزراء تانية زي وزير المالية والأوقاف والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة. طب امتى هيتم الاعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؟ وهل هيتم الاطاحه بالدكتور مدبولي من رئاسه الحكومه؟ خلاص حاليا بيتم وضع الرتوش النهائيه على التشكيل الجديد للحكومه، وخلال ايام قليله هيتم الاعلان عن اسماء الوزراء الجدد في كافه الحقائب الوزاريه، ولحد اللحظه اللي بنتكلم فيها مع حضراتكم المفروض ان هيكون في رئيس حكومه جديد مكان الدكتور مصطفى مدبولي اللي قدم اداء كويس جدا، لكن للاسف الظروف ما ساعدتوش انه يحقق كل الاهداف. رئيس الوزراء الجديد وفقا لمعلوماتنا هيكون من خلفية اقتصادية وسبق ليه العمل في الدولاب المالي، لأن الفترة اللي جاية هيكون فيها تحديات اقتصادية كبيرة محتاجة رئيس حكومة بمواصفات خاصة تقدر تقدم حلول مبتكرة. وعلى فكرة موضوع اختيار الوزراء الجدد مش سهل خالص، وتقدر تقول انه معقد حبتين، واللي حضرتك لازم تكون عارفه ان الرئيس السيسي بنفسه بيشرف على اختيار الوزراء الجدد واعطى تكليفات باختيار كفاءات وعقول قادرة على تحقيق طفرة وتحسين حياة الناس بعد ما استحملوا الاجراءات الصعبة طول فترة الاصلاح الاقتصادي خلال السنين اللي فاتت. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي اكيد هنتابعه معاكم لحظة بلحظة. انا اشرقت اشرف، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.